المهم كونسيرنو لا لورغانيزاسيون ديال هاد سميتو هاد ليفينمون هذا، اول بروبليم كنلقاو بعدا هو من حيث الناس، فهمتيني؟ هذه اول حاجه هي الوعي ديال الناس. ثاني حاجه هما الناس اللي واقفين على هاد الشيء، بحال البارح انا كنت مشيت من هنا من 11 حتى 7 ديال العشيه، اون فان دو كونت لقيت مشكل مع من غير مع صحابي اللي كانوا واقفين معايا في الصف. وملي خرجت انا من الصف كنلقاهم هما واقفين كيتفرجوا فينا، فهمتيني؟ من ناحيه اخرى كنطالب من السيد الرئيس والناس اللي مسؤولين، فهمتيني، المسيرين، انهم يحاولوا ما امكن انهم يورغانيزيو هاد لي زيفيرمون بحال هكا. حنا راه ماشي غير جمهور، حنا راه الشعب، يعني حنا معروفين بلا كونتيتي ديالنا كثار. علاش؟ حيت هادشي كيضر بلا ريبيتاسيون ديالنا ك والكرامه ديالنا كجمهور، ومن ناحيه اخرى بالريبيتاسيون ديال النادي، فهمتيني، اللي هو معروف بواحد السمعه اللي هو زوينه في الملا كامل. بالنسبه لي ما كاينش شي فرق كبير بين الاولى والثانيه، الاولى ديجا خدينا ب 400 وهذه خدينا ب 500، وهادشي قليل في حق اصلا الرئيس اللي لوجا، وكنتوجه ليه بكامل الشكر، فهمتيني، بالنيابه على كاع الجماهير اللي هما فرحانين به. دار واحد لي زيفور اللي هما كبار كبار في واحد لا بيريود اللي هي فهمتيني شورت، هي قصيره بزاف. كنعاود عاوتاني نهني ونعاود نشكره، واخا فهمتيني الكلمات ما يوصفوش الشعور ديالنا بانه يتولى، كنحسوا به واحد منا ماشي غير كرئيس انما كانه واحد، وان شاء الله نشوفوك في المكانه. الاخوان المهم اليوم جينا نقتنيو التذكير ديالنا ديال الرجاء. اول حاجه انتدابات ديال هذا العام كانوا في المستوى، والدراوي كان في المستوى مع الجمهور. الاقتناء ديال التذاكر كان شويه ما منظمش مزيان، ان شاء الله راه غادي في سلاسه مزيان، وان شاء الله ذاك العام كان عندنا اخطاء، كنا ما خديناش لقب. من شاء الله العام الاخضر واليابس، بطوله كاس العرش، الكاف، العصبه، كاس كل شيء ديالنا، كاس الملك، كاس محمد السادس، اي حاجه هذا العام هذا غنديو ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه للانتدابات عندنا الثقه في هذه المجموعه هذه، راه ان شاء الله مجموعه متكامله، الرئيس، اللجنه، الاداره التقنيه راه مزيانه، ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير يا رب. ودي مراجع العابد تتفائلوا خير ان شاء الله، كنتفائلوا خير ان شاء الله، كنتفائلوا خير ان شاء الله. ودي مراجع دي مراجع لازمنا هادي واخا داكشي جينا بكري في الصباح، داكشي بقينا جالسين شحال هنا مضاربين شي 5 ديال الصباح حنا جالسين، ولكن هاني فهمتي راك عارف راه قبل الراجع راه اي حاجه عندها دير. ضروري دابا شي قيدنا نهار الخميس اللي فات، فهمتي، داروا معنا الخميس والحمد لله داكشي داز ناضي بعدا كلشي ناضي، تنظيم نادي ما كاين لا شي ما كاين لا صداع لا والو فاش كتشوف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.